السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو میں مسجد المفلحون شارجہ کی خوبصورت مسجد آپ کے جو امام ہیں جناب الشیخ عبد المطلب ابو یوسف اور ان کا بڑا پیار ان کی محبت اور انہوں نے دعا فرمائیں گے انشاءاللہ ہمارے چینل کے لیے. السلام علیکم یا شیخ. وعلیکم السلام. کیسے حال ہو؟ الحمدللہ 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 یا اخي الحمدللہ. اللهم اجعل هذه القناه قناه مباركه ان شاء الله. هذا الرجل طيب يسعى للخير ويريد نشر الدين القويم و يعني تعريف بالمساجد الطيبه ومساجد الشارقه الراقيه مساجد المباركه. هذا هو زارنا في هذا اليوم المبارك صباح يوم الجمعه فجر الجمعه صلى معنا الجمعه فجر الجمعه ان شاء الله في مسجدنا هذا مسجد المفلحون الذي يقع بمنطقه المواجهه باماره الشارقه إمارة الشارقة المشرقة بارك الله فيها وفي حكامها حاكم الشارقة الشيخ محمد بن سلطان القاسم حفظه الله تعالى ورعاه وحفظ الله الجميع وبارك الله في الجميع في هذا الشهر المبارك شهر شعبان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان ويبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان إن شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين ولا محزنين إن شاء الله تعالى وبارك الله في الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكور 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 حياك الله. الله حياك. مشكور مشكور. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دعا فرمائی چینل صدائے خیر کے لیے. اسی طرح کی خوبصورت سے خوبصورت مساجد ماشاءاللہ آپ کو یو اے ای کی ابوظبی کی دبئی کی راس الخیمہ ام الکوین اور شارجہ کی خوبصورت مساجد آپ کو چینل صدائے خیر پر ملتے رہیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.